الله يهديك، الريال ايش عرفه باسامه وسواياه؟ كل اللي عرفه عنه انه هو اخو زميلته اللي يحترمها ويقدرها من سنين بس. شوف مجيري، انا جايبك هنا علشان افهم منك كم شغله. انا مو فاهمك، انت بكبرك تبي تفهم مني كم شغله؟ بلا استعباط وخلصنا. ايش دخلك بنات عواطف؟ تدش بالموضوع على طول، الله يهداك. بعدين اخاف قربي من جنان مضايقك بشيء. شوف المسخره اللي تسويها انت وجنان ما تعنيني. اللي يعنيني شيء واحد بس. من اياب طايريه عندك عني انا وفنان. شوف انس. هذه اخر مره راح اتكلم فيها بادب وانصحك نصيحه. اسلوبك هذا تعدله معي، لان الشخص الوحيد اللي كنت ارضى يكلمني بهالاسلوب هو ضاري اخوي. خبرك مات الله يرحمه. ومثل ما انت ترى ما تشوفني اخوك، ترى اما انا ما اشوفك اخوي. وعلى فكره ترى مو جنان اللي قايلت لي عن علاقتكم، اريج وهي تسولف فهمت منها الموضوع كله. انت ليش خايف؟ اولا انا مو خايف. ثانيا بطل هالدراما هذه، بطل سالفه كل ما كلمناك قلت اخوي ميت. انت اخوي وانا اخوك مبتلش فيك ومبتلش فيني، فخلص وبطل وبطل تراقبني وين ما اروح وهي عينك علي. غريبه، مع ان انت الوحيد اللي يدري انا وجنان وين رحنا وش سوينا وشنو قلنا، شلون انا اراقبك؟ الكويت كلها تدري. وانا نسيت، نسيت شنو سويت بسنابها علشان تنشهر يا البهلول. صراحه قعدتك ما تنمل، بس لازم امشي. بيتنا قريب، بشكر على المشوار. وين بتروح؟ خلص تعال. بروح بنصري للبيت. خلاص بوصلك. زين صدقين، حتى لما شافوني داش عليهم ولا واحد فيهم تحمد لي بالسلام. انت ما استوعبت الكلام اللي انا قاعد اقول لك اياه. قاعد أقول لك سمعتهم يتكلمون بطريقة مستحيل الأهل يتكلمون شيء عن ولدهم. هذول يبون الفكة منك، يعني كنا هم اللي بياخذون التعويض مو ريال. هذا الصج، كلهم يبون الفكة مني. ليش؟ في شيء أنت خاشع عني أنا ما أعرفه؟ لأن انفعال أمك ومنطقها مو طبيعي. يعني سوت كل هذا لمجرد أنك معارض أسلوبها مع منال ووظيفة ولدها؟ ما أدري نجلاء، ما أدري، بس خلاص مو وقت الحين. أنا جاي تعبان وغصب الكلمة تطلع مني، بعدين نتفاهم. لا حبيبي عفوا، أنا ما أحب أقعد مع المشجعين وأختار منو أشجع. أنت الحين تقوم تأخذ لك شاور وتبدل ملابسك وتعيي من الله خير وتي تقعد بنفس المكان وتشرح لي بالضبط شنو صار بالمستشفى.